السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قرباج، يعني قرباج والترشح تاعو وكيفاش منع من الترشح في 2017 من عند العصابة، من عند يقول لك الهادي والدعلي. الهادي والدعلي زايلة هكا، زايلة مشي حبس قلع ولي وصايك. هادي ودعلي ما كان والو، هادي ودعلي كان رباي، يصوني على الثمانية، يصوني على الرابعة تاع العشية، يصوني على الخمسة، ما توكلوش ما يصونيش. كان كيما كان رباي الهادي ودعلي ما كان والو. عجيش اليوم يقولك الهادي ودعلي، كان يقولك الهادي ودعلي في العهدة، ما كان لا عهدة تاع ودعلي لا والو. الهادي ودعلي جا دا دراهم كيما داو ناس، دخل في لافير تاع ستات تاع سان جوي تاع 20 مليار، ضرب الشركه هذيك لي نورمالمون شركه فرنسيه تخرج تدافع على روحها. خرج مول الفيرما التاليه بالك في واحد 6 اشهر ولا 4 اشهر ولا، خرج يدافع عليها قضيه تاع ستات تاع سان جوي تاع وهران، خرج يدافع عليها. انت لا تخرج تدافع عليها، انت شا دخلك، انت شا دخلك كي تخرج تدافع على شركه فرنسيه؟ انت رئيس اتحاديه، انا رئيس فيرما يا خويا، اقعد رئيس فيرما، انت ما دخلك تدافع عليها. هذيك لافير وين ضاربين 20 مليار فيها، ضربوا 20 مليار سطات 3 اشهر وعاود خسر بلعوه. وكنا نقولوا لكم باللي سان جويلي كان لابتيت بنك، كان لابتيت بنك تاع العصابه، يبغوا يجي هكا رمضان يبغوا نساهم يروحوا يشرو، يديروا لا مارش تاعهم، يشرو الحرور، يشرو منا يروحوا لاسبانيا، باقي يومين ثلاثه رمضان، اي يروحوا لاسبانيا يديروا لا مارش تاعهم، يشرو الحرور، يشرو صوالح، يشرو بوراك، يشرو بزاف صوالح باش يكون على بالكم. يدو من لا بتيت بنك سجوي، يبغوا يشرو هكا بزاف، شويه بروق وشويه برقوق، شويه يوجدوا رمضان. كانوا يبلعوا سطاد تاع سان جويي، يقول لك هيا سنيتو الشيك ومن بعد يتقاسموا بيناتهم. هذه هي 20 مليار اللي داخل في هذا الهادي اللي جا طاوا 20 مليار، داخل في 20 مليار وداخل في امور وخدا اخرين، داخل بزاف في صوالح اللي نتمناه ان شاء الله بربي هذاك يروح المحاسبه. هذاك صحافات في لونكات، فات في الاربعه في لونكات، كلش مازال ان شاء الله يروح هذاك على بالو كيفاش. هذاك الصندوق الاسود، هذاك جابتو خالده تومي هي اللي جابتو باش يكون على بالكم. هذاك الهادي ودالي جابتو خالده تومي، هذه هي. كان مدير تاع نادي ثقافه نورمال، مدير تاع صبر وحوازير، ما كانش يحلم بهاكا تاع صبر وحوازير. تولى يمنع الرجال ولا يديروا مشاكل ومن ناوي يمنعوا الرجال وكلش. حنا اليوم نسمعوا تشوف السيد قرباج كيفاش تكلم باش يترشح. الناس هذو عندهم لاغتو كيفاش، عندهم مبادئ، عندهم شخصيه، ما يدخلش خاسر مع الدراريه، ما كان والو يدخل خاسر معهم. بنادم ما يعرفوش، ما يترشق الجزائر ما يعرفوش، يخسر معاه لهنا ولا كي بنادم معروف عنده نفوذ في الفيفا، عنده نفوذ هنا في لافريك، يدخل مع واحد يخرج شبر شكل الجزائر ما يعرفوش، يقول لك ندخل انا، يقول لك انا لازم نجيب ضمانات، انا لازم ضمانات مشي الدوله ديره، خاطر على قرباج يترشح يربح. ترشحات تكون نزيهه، كان تا واحد يتدخل قرباج نعرف يترشح ويفوز نورمال، يفوز بالاغلبيه الساحقه باش يكون على بالكم. حنا المهم حنا على بالنا ديك لافير كي صرات على كامل وجدوه وصعيك و مدخل ثقافه على لاكور ولا على يعني لوتوريزاسيون موافقه سيد قرباج او دعم. نخرج من الكاف نولي للفاف. سيد قرباج اشاك فوا نسقسيو على الترشح تاعو 2021 للفاف بعد ما انتهى العهد الحالي، يقول لك نستنى الموافقه من السلطات العموميه او لا. اسكو فوز افي روسي جيكا بريزون لوتوريزاسيون؟ اسمع يا زيد، انا شوف بكل صراحه جلال، انا جو سي ان فونكسيونير. تربيه
dans une institution très importante et j'ai une titane. Donc je ne suis, pas demandeur d'emploi ou je ne suis pas à la retraite. Le candidat à la retraite ou il est demandeur d'emploi ou le crâne est mortel. أنا غنوا يعني العائق اللي كان في 2017 رغم أنه في 2017 للأمانة الوزير جرب الرياضة أنا ذاك الهادي ولد عليه أيوة عيط لي أنا شخصيا وما نقولها وقال لي ما كان ما ترشحش من عاد ما ترشح قال لي ما ترشحش اه نورمال دونك وبالتالي من 2017 للأمانة الوزير جرب الرياضة أنا ذاك هذا تجي وزير وما نقولها وقال لي ما كان ما ترشحش من عاد ما ترشح قال لي ما ترشحش دونك وبالتالي ما لازمش الان نقول لك فلان على خلاه ترشح وحده موني انا شخصيا موني ما ترشح ما لازمش تحت طريق السيد زاد شي ترشح وحده ربي سال عليه ربي سال عليه الان انا غدوه لو كان يخلي اوتوريزي يا إجراءات لأنه أول حاجة ممكن حتى ترشح الاتحادية أنه تفقد المنصب تاعك فما بين جمع ولكن أنا الآن لما نفضل بين رئيس الاتحادية والمنصب تاعي نفضل المنصب تاعي أنا كل هال على ذيك نقولوا دي كلش بالإجراءات ما تجيش غير هكا كان يقول لك اللوك وفلان يترشح كاين إجراءات كاين اللي عنده مهامات تاوعو ما ينجمش يروح هكا يخليها هكا ويروح لازم اجراءات لازم كيما يقولك ضمانات في المنصب تاعو دروك واحد كي نتايا يسي ابوندوني بوست تاعو منا يروح منا ومنا يخسر ومنا يخسر كي يدير شكون بيه على ذيك كاين اجراءات والناس يتقارع حتى رئيس اللي راه قاضب الفيرما دروك مولي الفيرما راه يقارع ضماناته الا يترشح له الا يربح ولا يخسر ولا يقولوا له انسحب قارع كيما انا على بالك بلي الا زادوا خسروا تاع الايدي سات ما تكاليفاوش يعني وستا راه صاري واكا راس الكموسه اللي داها تاع 35 مليار تحت الطابله كاين بزاف صوالح كاين بزاف صوالح بزاف صوالح غادي يطردقوا هذه اللي نعرفها كاين بزاف ولا غادي يطردقوا ولا بزاف يطردقوا حنا نتمنوا ان شاء الله رجال اوفياء ناس اللي يخدموا كره القدم يتقدموا ويترشحوا من اجل ضمان تاهل المنتخب الوطني الجزائري كاس العالم خاطش عليها الا قعدت هذا الاتحاديه والله العظيم ماشي قضيه ما عندناش لاعبين وما عندناش اونترينر لازم تفهمونا هذو راهم مغضوب عليهم في افريقيا هذا مول فيرما وبيه بالاعضاء تاعو راهم مغضوبين مير وما يربحش في افريقيا مير هكا شايله بواب والله العظيم بواب في الاتحاد الافريقي والله ما يخلوه والله ما يجي هذاك شرشابيل لو كان يديروا مسابقه تاع لي جارديني في الاتحاد الافريقي يخسر لي جارديني يربحوه هاني نقول لكم يترشحوا وحدهم نقول بلي مول فيرما وشرشابيل يترشحوا وحدهم واحد ما يترشحش معهم في لافريك اما لا يخسروا يديروا البنوت تاعهم اي يديروا كيما هكا لا هذا البنت مشيبان مش مكتوب لي شاب ملغى يزيد يقولوا جبتوا هذاك تاع شرشابيل ملغى يخسروا وعدهم يخسروا ماشي تعزم الناس تاع وعدهم راني نقول لكم مغضوب عليهم حنا الله يجعل قدام لا تبدا التصفيات يكونوا رجال ويعاودوا بسرعه خاطر منصب حساس منصب حتى سياسي يكون بسرعه باش الناس تخدم ويعاودوا يردوا السمعه الطيبه الاتحادية الجزائرية وكرة القدم الجزائرية في إفريقيا كما كانوا رجال مقبل هذه اللي نحوسوا عليها بصح إلا قعدوا هذو كأس العالم باش نتأهلوا 10% هذه نقولها لكم 10% خاطر يكذبوا الناس ما يكذبوا عليكم 10% نتأهلوا
هذه نقولها لكم من دروك. صح.